فطر سعيد أصدقائي المشاهدين، من كل بالرغم من كل الحزن طبعا والدماء يلي عم بتلف عالمنا العربي انطلاقا من عاصمة الشمال في لبنان طرابلس، وصولا إلى سوريا السودان وإلى عالمنا العربي. وبالتالي نحن أكيد نستنكر اللي صار بالليل مبارح واللي أوقع 4 شهداء من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. وإذا أراد هذا الإرهابي أن يحول الفرح إلى حزن، بدنا نقول له أولاً أنه نحن بننحني أمام دماء هالشهداء، الله يصبر أهلهم، ولكن طرابلس هي أقوى من الدماء وأقوى من الإرهاب، وهي مدينة الحياة، شاء من شاء وأبى من أبى. بالبداية طبعاً بدي عايد كل اللبنانيين عموماً، المسلمين خصوصاً وين ما كانوا عم بيتابعونا عبر الحال عنا عبر الام تي في، وبدي أقول لهم ثقافة الحياة هي قاموسنا، ما رح نغير. معلومة بمعلومتنا لليوم، واسمي هبروج جبل لبنان، أعادت التأكيد تكراراً أنه أعمال الصيانة لإصلاح قناة الري اللي بتغزل بالماي ساحل الجبال ممتد من نهر إبراهيم إلى جبال فعمشيط، واللي تعرضت للضرر الكبير نتيجة العواصف العاتية اللي أتى بها الشتاء الماضي، لم تتوقف منذ حينه، وذلك رغم صعوبة الموقع الجغرافي للقناة. صارت الأشغال اللي تم إنجازها هي الأكثر تعقيداً وخطراً، وبتخضع للإشراف اليومي الدقيق من قبل مؤسسة بالتنسيق الوثيق مع وزارة الطاقة. يعني اللي بدي أقوله الأشغال بعدها مستمرة، ما توقفت على قدم وساق، وبالتالي ملتزمة المؤسسة تأمن طبعا مصالحها. منتابع الحل عنا عبر الام تي في وطبعا بمتابعتنا شو عم بيصير على الحدود اللبنانية السورية، السورية الأردنية خصوصا، السورية الأردنية، مع سائقي الشاحنات يلي عم ينقلوا بضاعة، إن كان شاحنات مبردة خصوصا، يلي عم يوقفوا على الحدود الأردنية السورية أكثر من 7 أيام، 5 أيام منهم بالشمس ويومين تفتيش حتى تمر البضاعة ترانزيت. هل هالشي بيتضارب مع إنتاج هذه الأردن؟ أم هناك أمور أخرى تانية لا تعمل هالتأخير هيدا؟ يعني ما صدقنا أي متى فتح نصيب ورجع أكيد النقل البري يشتغل. فاليوم ليه بدنا نرجع نقول رجعوا للبحر ووقفوا البر إذا مش عاجبكم؟ بعرف أنه وزير الزراعة دكتور حسن اللقيس كان زار الأردن واجتمع طبعا مع وزارة النقل الأردنية والمعنيين الأردنيين، وكان في اهتمام من قبل السفارة اللبنانية في الأردن بالزيارة مع كافة المعنيين الأردنيين، وتم الاتفاق مثل ما عرفت من معالي الوزير على تشكيل لجنة أكيد رح تبلش اجتماعاتها بعد عيد الفطر السعيد. ولكن اللي صاير هلأ هو استغاثة من حوالي 250 سائق شاحنة عم يشكو من التأخير اللي حاصل من تلف بضاعة، وبالتالي من يتحمل المسؤولية؟ وهون أنا كمان بسأل معالي وزير الأشغال العامة شو دوره كمان بموضوع هذه الشاحنات، لأنه هذا نقل كمان، يعني فقط مش ليس فقط موضوع الزراعة، في موضوع نقل كمان، والشاحنات عم تقعد أكثر من وقتها. معي على الخط مباشرة رئيس نقابة مصدرين الفاكهة والخضار نعيم خليل، يعطيك العافية. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يعني مش أول مرة عم نحكي عن شكاوى السائقين على معبر نصيب هالتأخير يلي حاصل، واليوم بعد ما فتح هذا المعبر يعني السيارات والشاحنات عم تقطع هي أقل بكتير مما كان قبل، ولكن ليه هذا التأخير برأيك؟ شو هي الإجراءات؟ بداية تسمحي لي شوي بدي أعيد اللبنانيين فطر سعيد، أعاد الله على اللبنانيين بالصحة والسعادة، ونأسف على الحادثة الأليمة التي حصلت في مدينة طرابلس العزيزة. نعم. ونعزي الوطن بالشهداء الذي سقطوا، هي بداية قبل كل شيء فعلا. يعني نحن هالموضوع عم تحكي عنه حضرتك نحن هالموضوع عم تابعينه من زمان، عندما فتح الطريق البر وكنا عم نطالب بطريق البر
انه يفتح وفتح طريق البر. صدقيني في عوائق كبيره كثير، يعني بنبلش من فتره بلش الخط. اولا الخط صار في صعوبه، اولا استثناء على المصاريف اللي عم ندفعها زياده بسوريا وبندفعها بالاردن وبندفعها وين ما كان، صار في بهدله بتاخذيني للبضاعه اللي عم تروح ترانزيت. تطلع البضاعه من طريق من حدود الاردن سوريا النصيب بتفوت على الاردن طريق جابر، هونيك عم بيصير تاخير. صح، بنشوف انه عم بيصير في كشف البضاعه دقيق. كان في مره شوفيري بعثوا لنا صور وبعثوا لنا شيء تاكيد على ذلك. انا بعثت من هول معالي وزير الزراعه دكتور لقيس، وانا وصل لي كمان استغاثه وبعثتها لمعالي الوزير اليوم. ايه؟ حكيت معه وطلع علي وقال لي انه في لجنه وزاريه رح تشتغل. وبعثت لهم لسعاده السفيره السيده تريسي شمعون في الاردن. نعم. بتجاوبني واهتمت كثير، بتقول لي يا سيد نعيم في تدقيق صحيح، بس قضيه بهدله البضاعه مش ضروري نبهدل البضاعه، البضاعه رايحه ترانزيت، يعني هل رايحت على السعوديه على الخليج على الامارات على مصر؟ يعني هيدي عم تقول اليوم قادمين على موسم صيفي، ما بيتحمل الرزق اللي عم ينشحن ويتصدر اللي هو مثل الكرز والخوف والدراق والمشمش. هذا اليوم بدايته ما بيتحمل تنزيل وشوب حراره 40 50 وبيتحمل هالشيء. هذا الشيء اليوم بتقول هي انه حضرتها انه في تدقيق على الممنوعات عم تطلع من بعض الشاحنات اللي بتتصدر من غير لبنان، من غير لبنان. نحن عم نروح بظهر القصه هون، تدقيق ما بيقول ما فيش كادر كافي تيلحق. هون مشكلتنا نحن، انا الان صور المعالي ومعالي اهتم كثير وبعث له الصور وبعث له الاردن وبعث له سفيره لبنان بالاردن واهتمت كثير، والسفير ومعالي الوزير من راعي زار الاردن ب 2021 شهر 4. كان فعلا مثل ما قلت حضرتك بالبدايه كان في استقبال كثير جيد بحضور السفيره واهتموا كثير بهالموضوع معه وكذا، وبيجينا مكتوب نحن عن طريق وزاره الزراعه كنائبه مصدرين من معالي وزير الزراعه بيقول انا اهتميت كثير بوجود معالي وزير اللبناني في الاردن وانا ابدينا اهتمام جيد وبعت هالمذكره بعتها للحدود وين ما كان لكل المعنيين انه يهتموا بالانتاج المنتوجات اللبنانيه والتصدير اللبناني اللي عم يطلع من هون. هل اللي حصل هني الحل على اللي صاير انه تقريبا بعض القصه هي ما هي هي. في استغاثه من السواقين صحيح، الشوفير السياره عم تقعد اكثر من 5 ايام لما عم بيجيها دور، وتقعد امبارح في شوفير رايح للاردن محمل بضاعه لبنانيه من الاردن تركي قعد 6 7 ايام وصل عملوا له مشكله على طون كرز، على طون كرز ما سمحوا له يروح حرب الطياره. يعني الامور اللي احنا الاردن متاثر، بلد شقيق بلد عزيز. مين بيعود عليهم يعني؟ مين بيعود عليهم نائب يعني؟ مين بيعود عليهم؟ يعني المشكله هذه في المصدر عم يدفع الفرق والشوفير عم يتبهدل والبضاعه عم تتبهدل عم يدفع فرق المصدر من هون، يعني بترجع للمزارع بعدين. طيب. يعني بالاردن بلد شقيق وعزيز، نحن ما كان يحصل هالشيء نحن وياهم بالماضي. يعني كان فتحت الطريق مكرهين بتأثير. يعني فتحت الطريق مكرهين يعني انه اللي ما او ما تجوا ما بيحصل هالشيء، بس انا اللي عرفته انا حكيت مع معالي الوزير، معالي الوزير مشكور، معالي الوزير لقيس عم يهتم كثير عم يهتم، وراح خصوصي وعدنا كان جاي لجنه لهون لانه نحن دائما دائما بنشترك القطاع الخاص والقطاع العام، بيجينا ابات معهم لما كانوا يجوا لعندنا ونحن كنا نروح لعندهم. يعني انا اللي فهمته انه هذه اللجنه رح تجتمع بعد عيد الفطر السعيد مباشره. قال لي مع الوزير انه هي التاخير صار من قضيه كان رمضان كريم كان في صيام وغيره ما اجوا. هلا هيك بيقول لي بقلقني على عموم نحن ناطرينهم، نحن كنا نجتمع معهم قطاع يجي وزير ومعه قطاع من وزاره الزراعه ويجي معه قطاع خاص من النقابات ونحن هون كنا نجتمع معهم. ونروح لعندهم نفس الشيء، نحن هلا مستنظرينهم حتى نبحث الامور مع بعضنا. ما بيصير، احنا كل عمر لبنان يسهل لهم امورهم، لهلا عم بيجي خضره كان من لبنان من الاردن بتحط بها احترام ومصروفها مقبول، بيدفع الشوفير راسم بيان جمركي ما يعد تحت ال 200 دولار، شو احنا عم تكلفنا مبلغ تدفع على الاردن يعني ضريبه مبيعات يعني فوق ارتفاع يعني نقيب في اتفاق تيسير نحن وياهم العربية. يعني نقيب فوق ارتفاع الرسوم يلي كمان بدها إعادة نظر، في تأخير وفي تلف بدعة، إذا ما انتلفت بالشمس بتنتلف لأنه بترجع أو بتتأخر، وما في بده حل وما في حدا ما في حدا بده يتحمل المسؤولية. أنا كمان يعني غير وزارة الزراعة ووزارة الأشغال العامة مش معنية كمان بموضوع الشحن الخارجي. أنا ولا العيد مبارك على الجميع بالخير، أنا راح أحكي مع وزير الأشغال ومع مدير عام وزارة النقل
السيد عبد الحفيظ رح نحكي معه بهالموضوع، رح نحكي اتواصل احنا وياه بس نحكي معه بالموضوع بالذات، لانه يعني معناته ما تصدر لا البضاعه اليوم تروح من لبنان فويكي صيفيه ما بتقعد ساعه برا البلد، احنا ساعتين ثلاثه برا البلد يحملوها بينزلوها ويكشفوها على الحدود وتقعد ست سبعة ايام. هلا صارت نقيب، هلا المشكله صارت معروفه، الحلول هلا بانتظار تقطع الاعياد على سلام وتنعاد على الجميع بالخير والبركه، وطبعا رح نتابع كل هذه الاجتماعات واللجان لانه هي رح تنعكس ان شاء الله ايجابا على البلدين، لانه من مصلحه البلدين يكون في تفاهم. اهلا وسهلا فيك نقيب، طبعا احنا رح نتابع الحل عنا عبر الام تي في وباخذ اتصال. الو اهلا أهلا أهلا بونجور، كيفك؟ الحمد لله بخير فجلون. إيه أهلين أهلين، كيف صحتك ستنا؟ أهلا فيك، طول عمرك. أنت عندك مشكلة طويلة عريضة. إيه والله مشكلة طويلة طويلة عريضة كتير يعني. أنا وصلوا لي الصور امبارح بس صراحة كنت يعني عم بقفل الحلقة ما قدرت أحكيت بالموضوع، فاليوم نحكي فيه بالتفصيل أكتر. نحن رح نشوف الصور، خبرنا شو صاير عندك بالمنطقة ستنا. أنا قاعد بضيعة اسمها كفرية الغاطسة. أنا شاري الأرض بسنة 2005 تقريبا. نعم. قال لي نعم حضرتك، وبشتغل كنت فيها وظبط فيها أرض وكذا، الغاية عمرت أختها 2012 عمرت وساكن فيها بال 2013، بلشت ساكن بال 2013. بتفاجأ بشخص إذا شركة تلكم يعني، بتعمل بدي أعمل مزارع دجاج حد بيتي. لا معي خبر، لا بالرخصة، ولا مبيض، ولا أي شيء، بتفاجأ بيشوف أول شيء جابوا حفروا بيضبطوا أرضهم، ثاني ما في جمع زمان بلاقيين عم يوصلوا، شو في عمي أول بدنا نعمل مزارع دجاج هون؟ نحن رح نشوف الصور أنت وعم تحكي. إيه أكيد رح هالصور قدامك. يلا. أوكي. رحت أنا من تحت لتحت جبت نسخة عن الرخصة اللي معهم. نعم. جبت رخصة ورحت عند قومة قومية، حكيت قلت لهم قيل ما بعرف رخصة من ديم المحافظة، ثلاثتنا طيب أنا ماني معترض على الفكرة هيدي ولا معي خبر، قلت انا ما إلي عليه، اذا هو زلمه ما بدي يبلغك او ما بدهم يحكوا معك او المختار، انا سبت انا هلا وزاك ما إلي عليهم، بس المفروض انا فوق بدي يجي يعمل مزارع حبني، اول شيء بده يشاورني، ثاني شيء بدي يكون انا مرفع على الانبا، او ثالث شغله يعني ما معقول يجي بعد يشتغل هاي الخبر او مزارع حد بالبيت يعني. انا لا يعني يعني كمان اذا منطقه سكنيه كيف بدها تصير منطقه فيها فيها مزارع دجاج وغيره؟ يعني هل هي بقى معادت سكنيه تغير الزوناج تبعها شو صار؟ سبنا غيره صنفوا الارض، ما معي خبر انا، هني صنفوا الارض، لا بلاقي طويل عريضة مودين وتهمين ضايع انه مهاجره ما فيها حدا، في يعني فيها برمي فيها فتري. طيب اذا 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 الضايع ما فيها حدا وبلشوا يعمروا اهلها، يعني لازم يكون في مزارع دجاج بين البيوت؟ ما بهالضخامه هي؟ ايه سبنا انا معمر كل طابق، كل طابق شقتين، وانا عندي 8 اولاد، خليلك اياهم، 5 بالدوله وعندي بنتين مجوزين كمان اولاد عسكريه، سهري بحب القعده مثل ما انا قاعد بده يقعد معي كمان، وعم عمره بيلا عم عمره كمان، يعني بتعمل ضيعه، يعني بتعمل ضيعه انت وعائلتك اكثر من ضيعه. اذا بدك اكثر من ضيعه، انا ستنا اذا بتشوفي ما صبرت لك، انا اذا بتشوفي القعده وهذا انا والمناظر اللي عملها وغريب الشكل، ما حدا في يعملها يعني. طيب مع احترام العالم كله ما حدا في يعملها مثل ما انا عامل. طيب هلا هلا انت شو رح تعمل الخطوه الثانيه؟ رح تتشكش؟ شكيت؟ حطيت محامي؟ ستنا هي بدي خبرك، ابطت الامور هي الانشاء بتنتهي 29 شهر، هو لازم يكون خلص الانشاء 29 شهر ما خلصه. نعم. قمنا رفعنا دعاوي وحطينا محاميات وكل شيء، ما جدد تم يشتغلوا من 29 ل 2 الشهر وما مع رخصه ما مع شيء لحد وقفوا، ما خلينا لا درج ولا خلينا نساب العالم الا ما توصلني له، ما حدا عمل معه شيء. واخر شيء ما جت الرخصه تبعتهم هذه الانشاء ب 8 الشهر. راح كل شيء كل الوراء عم نحكيها، انا كل كلمه بحكيها ستنا معك انا مسؤول عنها، احنا الوراء معنا موجودين معنا مع المحامي. يعني انت عقارك رقمه 27 هن 29 حدك؟ تمام. نعم دغري. طيب وبعدين ستنا انه انا نزلت لتحت على السرايا عم احكي مع بدي احكي مع المحافظ، ما يخليني هو كان جوا ما يخليني يواجهه، كحتني الدرك تحت هلا اللي واقفين على الباب ما بحق له، لان ده ما بحق له الدرك يوقف مواطن طالع على السراي يحكي. حتى ستك حتى عملنا صلاه طويله عريضه واخر همها ما سالوا عن حدا. قولي الله عنا هاني كل واحد وغايه وصلت لهيدي بستة هونيك بالمكتب مع المحافظه هونيك يعني خلف المحافظه، قلت لها بدي احكي مع حضرتك الكلمه، قلت لي قلت لها انا عندي مشكله واحد اثنين ثلاثه وهي كذا دعوه سبت هون وما حدا عم يرد علي، كل مره بيجي هالجمعه وهالجمعه. طيب. وقت المزرعه قديش بعيد عنا؟ قلت لها تكيد الدرك 33 متر، يا اخي موجود قدامكم، قلت يا عمي لا، وما عيطت لوحدي قلت لها جيب لي ملف تبع المزارع، جبت لها، قلت لي بده يكون اقل شيء اذا انت مرضي 5 6 متر، اذا انا راضي
طيب هلا الخوف انه اذا بلش الانشاءات بيصير من الصعوبة هدا يعني طيب. اليوم قبل بكرة مفروض حدا يطلع يكشف على الارض على الرخصة طيب. واذا كانت رخصة معطاية بواسطة بنكون نحن ما عم نحارب الفساد بالبلد يعني احنا بنكون عم نشجع أنا بحكيها علنا من أكبر زعيم بهالبلد هذا من أكبر رئيس جمهورية يمثل من نازل بعد عن هذا الفساد الفساد هني الفساد هني الفساد وبحكيها ما بقبل كلمتي طيب. لأن نحن وزارة البيئة وصلنا وزارة الصحة طيب. هلا هلا أنت إلا إيش وزارة البيئة صورت وقالت أنت الحق معك طيب. أنت الوحيد اللي ما تضرر وأنت الوحيد الحق معك ومظلوم طيب. طيب هلا انا اللي بدي منك البدي منك اذا عندك ارقام الشكاوى لوزاره البيئه وكذا تعطيني اياهم من خلال نشوف بالوزاره اذا عملوا اثر بيئي اذا يحق او لا يحق قبل ما يكمل انشاءاته وقبل ما تهشل انت وعائلتك من المنطقه اوكي ناطره منك بس ارقام الشكاوى وتواريخهم هلا بحكي مع المحامي رح ابعث لك كثير منيح لانه هلا نحن وقفه عيد بالدوله اللبنانيه اكثر من ثلاثين ضيعه معرضه على الموضوع المدني نعم. عظيم عظيم اعملوا عريضة تلتين الضيعة وشغلة تانية يعني هلأ بتعرف وقفة عيد ثلاثة أيام حتى بس ترجع الإدارة للعمل نحن نكون عم نشتغل معك تنوصل لك صوتك أهلا وسهلا فيك باخد اتصال تاني ألو ألو بتعطيني مدام ربيكا ربيكا معك تفضلي أهلين حياتي كيفي منيحة وأنت إيه أنا مرة بنت 77 سنة العمر كله بيجوا فواتير التليفون 247 260 180 عشو طيب شو عندي انا عندي براد وتلفزيون ومروحه بالصيف وين انت عم تحكي عن الكهرباء مش على التليفون نعم انت عم تحكي عن فاتوره الكهرباء مش فاتوره التليفون ايه فاتوره الكهرباء كثير حرام يعني ما بيجوز طيب مدام لقلك فيك تعترضي بيجوا بيكشفوا على الساعه بلكي حدا معلق او شيء ما حدا حياتي انا احنا امي بوجنا بالعمود للبيت يعني ما حدا بيعرف عندك مي سخنه المكوي هو كلهم هو بيسحبوا كثير الاي سي الجاز اللي متولي ما عندي ولا مكوي طيب. ولا شيء عندي وحياه طيب. رحمه خلينا الجوز. ما تحشي يعني بالعكس خلينا نشوف بعد العيد شو بنقدر نساعدك اذا في من اعتراض معين تيكشفوا اذا في خطا او شيء مما صوره اليوم نشوفها سوا يعني أنا آخر صورة وصلت لي من المصلحة الوطنية لمياه الليطاني يلي أنا بحيي مديرة ورئيس مجلس إدارتها الأستاذ علوي وبعيده كمان بعيد كل العاملين معه خصوصا بهالظروف يعني اليوم عيد وعم يشتغلوا هيدا الحوض الأدنى من نهر الليطاني اللي صار خارج سجن التلوث يعني هيدا شيء بشرف منقول إنه هذه الخطة عم تعطي ثمر عم بلش نشوفها شوي شوي بس يا ريت بيصير في تجاوب سريع مع كتب المصلحة حتى يصير نحن نقول النهر الليطاني صار خالي 100% من التلوث بعطيكم موعد بكرة دايما عبر الـ MTV الحل عنا إلى اللقاء